زي ما اتفقنا ان مهم جدا ان سيادتك لما تدخل معانا مشروع التخرج بتاع الطرق محتاج تدرس مطارات، سنوات قليله جدا اللي بيدرس فيها المطارات، فيا ريت تستغل الفرصه دي. خلاص اتكلمنا المره اللي فاتت على ازاي نختار مكان للمطار، بعد كده اتكلمنا على مكونات المطار كلها من تيرمينال بيلدينج مبنى الركاب لحاجه اسمها الرانوي اللي هو الممر او المهبط. خلاص وقلنا حاجه اسمها التاكسي ويز، وقلنا كمان ان في حاجه اسمها ابرون اريا منطقه التحميل، وبعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها هولدنج ابرون اريا اللي هي المنطقه اللي هي قبل الرانوي على طول بيحصل فيها التشيك اب كامل. فانا هرسم لك كده ايه شكل لمطار في اريا معينه، سيني ديت مثلا مدينه، واخترنا ان تكون هي ديت المنطقه اللي هنحط فيها المطار بتاعنا. المطار ده سين هو مثلا سنجل رانوي مهبط واحد بس، وقلنا بيبقى في حاجه هنا اسمها تاكسي ويز، وده كده اسمه هاي سبيد اكزيت، المخارج السريعه اللي بتخرجني من الرانوي بتوديني التاكسي ويز، في اللو سبيد اكزيت المخارج السرعات فيها بتبقى ابطا، مع مكونات المطار بتاعي ان انا جاي من تحت من هنا كده من الطريق من المدينه من عند شيراتون مثلا، وداخل على الباركنج. اول حاجه بتقابلني الباركنج اللي انا هركن فيه بعد ما انزل الراكب، فبيبقى طريق دائري كده بالشكل اللي انتم شايفينه، بدخل يمين وانزل الراكب قدام ده اسمه التيرمينال بيلدنج او مبنى الركاب اللي هو بيبقى فيه وزن الشنط وتشيك على الاستقبال والكلام ده كله، سواء كنت سيادتك مغادر او ايه او راجع. بعد كده سيادتك بتنزل تركن في الباركنج، وبعد كده تدخل بقى على رجليك جوه الايه؟ المطار لو عاوز لسه تقعد مع الراجل اللي انت موصله، تمام؟ لكن الطريق ده معمول علشان انت سيادتك تطلع لحد فوق وتنزل الشنط بتاعتك هنا، وتبدا تخش من البوابات بتاع بتاع المطار. مجرد ما تدخل البوابه دي كده كل ده اسمه مبنى الركاب. كل اللي هتمشي على رجليك وهتحط الشنطه بتاعتك على السير وتوزن والتفتيش وكل ده بيسميه تيرمينال بيلدنج. مبنى الركاب. حلو كده؟ طيب جميل قوي. في عندنا هنا كمان كده اهوت قلت انا عليه المره اللي فاتت برج المراقبه. ده من برضه من مكونات المطار، سمين انفيكيشن تاور، برج اللي هو بيعمل الملاحه الجويه بتاع بتاع الطيارات. الحاجات اللي مخشره ديت كده دي الهانجرز اللي العربيات الطيارات بتخش جواها، عايزه تعمل صيانات جسيمه، عاوز بيحصل صيانات للطيارات في اوقات مختلفه والمواتير والكلام ده كله. الحته دي كده اللي هي الابرون اريا منطقه التحميل اللي هي الطيارات بتيجي تقف فيها علشان الركاب يركبوا، وبعد كده تبدا تتحرك وتطلع تاني. فهنفترض ان مثلا دي طياره واقفه اهيت، وقلنا انواع كتير جدا من من اماكن التحميل او الابرون اريا ديت. قلنا في عندنا حاجة اسمها ايه يا شباب؟ المرة اللي فاتت لو حد فيكم افتكر في ساتلايت، وقلنا في اللي هو طوابع بتطلع كده تقف عليها الطيارات بتيوب، سيادتك بتدخل جوه التيوب ديت وتركب الطيارة بتاعتك في الفينجرز المختلفة لحد ما تلاقي نفسك وانت ماشي كده لحد وصلت لحد باب الطيارة. يا شباب؟ منطقة التحميل دي كلها بتبقى ريجيد بيفمنت، خرسانة مسلحة بشكل عالي جدا. خلاص؟ والطيارات هنا ما بتتحركش تحت قيادة الكابتن، دي بتتجر في عربيات كده بتجرها وهي اللي تحركها، دي بيسموها الملاحة الأرضية. يا شباب؟ طيب الطيارة خلصت الركاب بتوعها من خلال التيوب كده اهوت. الناس دخلوا هنا حاجة اسمها الجيتس أو التشيك جيتس. الحتت اللي خلاص بقى اخر حاجه بقى اخر سكان بيتعمل لسيادتك بالشنط اللي انت بتطلع بيها الطياره. خلاص؟ مفيش حاجات معدنيه، مفيش سوائل، مفيش اي حاجه تاخدها معاك في الشنطه اللي انت طالع بيها الطياره. خلاص؟ ده سكيورتي تشيك يعني.
بعد كده بتطلع سيادتك الطياره، الطياره بتحمل ويعمل التشيك عليها، وشرحنا وشفنا فيديو المره اللي فاتت ايه هي الحاجات اللي بتتعمل تشيك على الطياره، الوقود والعفش، والعفش ده اللي هو مقصود بيه الشنط والحاجات دي كلها، والشحن والكهرباء وكل الحاجات الايه المتعلقه بالطياره عشان تبدا تطير. بعد كده بتيجي عربيه تسحب الطياره دي كده وتلففها بانصاف اكتر معينه، وتطلع تروح لحاجه اسمها التاكسي ويز، طرق الاتصال اللي هي دي، وطرق الاتصال بتشوف والله الطياره هتطلع من الناحيه دي ولا هتطلع من الناحيه دي، على حسب كل ده برج الطيران هو اللي بيحرك الايه الكلام ده كله. سي ان انا هعمل الايه التيك اوف بتاعي من هنا، بيبقى في عندنا هنا كده حته دي بنسميها هولدنج ابرون اريا، دي المنطقه مش للتحميل بقى، المقصود بيها هنا المنطقه النهائيه اللي قبل ما الطياره تطلع، ان الرنوي ده فاضي ولا مش فاضي، الشريحه دي كده اللي هي فاضيه ولا مش فاضيه، في طيارات جواها بتعمل لاندنج ولا بتعمل توك اوف ولا لا. ماشي يا شباب، خلاص انا خدت الاوردر ان انا هبدا اتحرك واطلع الرنوي، وشفنا الفيديو المره اللي فاتت يبدا الطيار من اول من هنا كده يشغل كل المحركات ويبدا ايه ينطلق، بعد شويه صغيرين هيبدا ايه يطير. ماشي يا شباب، والعكس بالعكس، لو هو بيعمل لاندنج او هبوط سي ان هو جاي من الاتجاه ده كده بينزل يعمل لاندنج، وشفنا طبعا اللمبات بتاع اللاندنج والرود ماركينج والعلامات والكلام ده كله، وهنشوف اشكال دي النهارده ان شاء الله مع بعض. بس انا بجيب بالملخص بتاع المره اللي فاتت عشان سيادتك تبقى ايه رابط الدنيا مع بعض. بتعمل اللاندنج بتاعك، بتيجي تقريبا في هنا حته كده اسمها بنسميها تاتش زون، منطقه كده حوالي 100 حوالي تقريبا 100 متر ولا حاجه، بيحصل فيها ايه التاتش بتاع الامباكت بتاع الطياره اللي بيخبط في الاسفلت. ده مش اسفلت يا شباب، ده كومبوزيت سيكشن. يعني ايه كومبوزيت سيكشن؟ يعني خرسانه من تحت واسفلت من فوق، قطاع مركب ما بين خرسانه مسلحه وفوقيها اسفلت عشان يمتص الايه الصدمه بتاع الجير او بتاع الكاوتشات بتاع الطياره. الطياره بتبدا تدوس فرامل لحد ما توصل هنا كده تقريبا، وتخرج من الهاي سبيد اكزيت ده. لو طياره صغيره ما بتعوزش مسافه كبيره، فممكن تخرج من هنا. عشان كده بنعمل ايه؟ الاكزيت زي ما انتم شايفين، على حسب طول الرنوي بتاعك. الرنوي ده زي ما نتعلم النهارده مع بعض بيوصل ل 3.5 كيلو او 4 كيلو، واخد بالك؟ فمشوار كبير ده بالنسبه للطيارات المدنيه الكبيره اللي زي الايرباص، الجامبو، والحاجات اللي هي الطيارات اللي هي بتعوز وقت كبير لحد ما يدوس على فرامل. خلاص؟ وطبعا كل ما الطياره كبرت والاحمال فيها زادت هياخد وقت كبير عشان يقف. فبالتالي هتلاقي محتاج رانوي طويل. ماشي يا شباب؟ طيب الحته بقى من اول هنا كده لحد هنا ده هيبقى مسار كلامنا ان شاء الله في اول المحاضره، اللي احنا بنسميها الرانوي لينز، طول الرانوي، طول المهبط. وزي ما انتم شايفين ان المكون الرئيسي للمطار هو المهبط، وبخلاف ذلك حاجات اخرى بقى، حاجات بتخدم على مين؟ على الرانوي. تاكسي ويز، هاي سبيد اكزيت، لو سبيد اكزيت، ابرون اريا، تيرمينال بيلدنج، باركينج، كل ده في الاخر مربوط بمين؟ بالرنوي. ماشي يا شباب؟ فانا محتاج من سيادتك دلوقتي نتعلم مع بعض ازاي نجيب طول الرنوي المناسب. يعني حتى وانت بتعمل تصميم لمشروع مطار اول حاجه بتدور عليها الرنوي، حاجتين فيه، طوله واتجاهه، الزاويه بتاعته، هل هو هيبقى في الشكل ده ولا بالشكل ده ولا بالشكل ده ولا بأنهي شكل؟ زي ما انتم شايفين كده وجوده هيتركب عليه بقى الحاجات الثانيه، وممكن ما يبقاش رنوي واحد، طب ممكن يبقى اكتر من رنوي متوازيين متعامدين متقاطعين، كل ده هنحكي عنه مع بعض دلوقتي. يا شباب يبقى اهم حاجه في المطار هو مين؟ الرنوي. يا شباب وكله بيخدم عليه، هتلاقي التاكسي ويز ده لازق في ده، موازي ليه دايما، بياخد ويديله، وهو عشان كده بيسموه طرق موصله ما بين منطقه التحميل وما بين منطقه الايه. بالمناسبه العربيه اللي بتسحب الطياره بتجيبها لحد هنا كده وخلاص، مين اللي بيبدا يتحرك؟ الطياره. ده يا شباب هو اللي بيبدا يتحرك، متوصل حد الاكزيت صح؟ ايه متوصل حد الاكزيت؟ مش اكزيت، لا قصدك بريك تاكسي ويب، يوصل حد لحد بدايه لحد الحته اللي هم جايبين. كل ده محدش بيتكلم فيها غير الطياره، يعني لحد هنا حتى في العوده وهو بيعمل لاندنج الطيار له يتحرك لحد هنا، بعد كده يستنى حد يقطمه. وهو خارج دلوقتي بيخرج من مكان التحميل، مكان التحميل في التاكسي ويز،
وبعدين يطلع من الاكزيت كمان. لا بص ما ينفعش يطلع كده. ده لازم يروح على اول واخر الممر من الاول هناك يقف. هنا يقف يستنى. استنى لانه لازم ياخد التيك اوف بتاعه من اول الرنوي. تمام خلاص ما ينفعش ياخد من النص. لكن العكس يحصل اللي هو ايه، وانا بعمل لاندنج ممكن اطلع من هنا او اطلع من هنا خلاص، او اطلع من الاخر من هنا لو انا ما لحقتش الهاي سبيد اكزيت. عشان كده ده واخد زاويه بحيث ان الطياره حتى لو سرعتها عاليه ممكن ايه تدخل فيها، ادخل في الايه في الحته بتاع الايه الهاي سبيد اكزيت. هو ايه الغرض من تحديد اتجاه الرن؟ الاتجاه بتاعه معتمد على ورده الرياح. هنشتغل عليه دلوقتي اللي احنا بنسميه المحاضره النهارده جيومتريك ديزاين اوف ذا ران واي، التخطيط الهندسي للايه للمهبط. يعني ايه ران واي الاول؟ التعريف بتاعه ايه؟ الران واي ده هو عباره عن اولا هو لازم يكون يحتوي على طول مناسب او طول كافي ادوكيتد لينس وعرض مناسب خلاص، ونعومه اسفلت مناسبه. ما ينفعش يبقى الرنوي ده املس تماما، وما ينفعش يبقى خشن. ماشي بقى؟ يبقى انا عندي اللينس والويدث والسموثنس والسترينث قدره التحمل تو الاو سيف لاندنج اند تيك اوف. يبقى اي حته في حال الكلام ده لللاندنج والتيك اوف بسميها ايه؟ رنوي. ماشي بقى؟ فور ميني تايب اوف ايركرافت، لانواع مختلفه من الطيارات، لان ممكن يكون رانوي ده ما بينزلش غير الطيارات العسكريه بس ليه حمولتها صغيره وما بتقعدش مسافه كبيره عشان تطلع تعمل تيك اوف. لكن الطياره الجامبو الكبيره اللي محمله ركاب 500 راكب ولا حاجه دي بتعوز مسافه كبيره علشان الطيار يجري عشان يعرف يعمل ايه الايه التيك اوف. ماشي بقى؟ او العكس، هو جايب حموله كبيره وعاوز يعمل لاند. نفترض ان الرانوي ده خلص قبل ما يلحق يقف، هيحصل ايه؟ للسلام. ماشي يا شباب؟ هتبقى مشكله كبيره جدا. ماشي يا شباب؟ في ظروف المناخ المختلفه خلاص، والمهارات بتاع الايه بتاع الكباتن الطيارين. ماشي يا شباب؟ المختلفه. يبقى انا عندي في ظروف مناخ مختلفه، لان زي ما قلت لك كده في هواء جاي، في مش عارف عاصفه، في تلاقي الكابتن الشاطر يقول لك انا مش هنزل في المطار ده يا عم، ما تاخدش المجازفه. في ناس تانية يقول لك انا مضطر، انا خلاص ما معيش بنزين عشان اطلع الف تاني واروح لاقرب مطار والكلام ده كله، فبيعمل مجازفه ويبدا يعمل ايه لاندنج في ظروف مناخيه صعبه. ماشي يا شباب؟ كل ده محتاج انا بقى رانوي يغطي القصه دي كلها، يبقى ساعتها يكون رانوي. لما يغطي الكلام ده يبقى فعلا اسميه ايه؟ رانوي. ماشي يا شباب؟ طول الرانوي بنعمل سيلكتنج لللينس بتاع الرانوي بحيث يكون هو كاتب لك هنا ان ده موست امبورتنت ديسيشن، ده اهم قرار بتاخده في تصميم المطار، ولو غلط كل اللي جاي بعده غلط. ماشي يا شباب؟ في عمليه تخطيط اللي هي اللاندنج اريا، منطقه الايه اللاندنج، وبيقول لك ان اللينس ده بيأثر على نوع الطياره. هنفترض ان الطول ده قصير يبقى مش هيسمح بايه بهبوط طيارات من نوع معين. خلاص يا شباب؟ عشان كده يقول لك ايه مطار لوكال، مطار اقليمي، مطار دولي. الرتبه اللي بياخدها المطار دي معتمده على طول الرنوي. لو لوكال يبقى بيستخدم الطيارات الشارتر الصغيره، طياره بتشيل مثلا ايه 150 راكب او 100 راكب او 70 راكب ورايحه الاقصر. خلاص؟ طب لو مطار الاقصر ده دولي بيجيب رحلات من بره، اكيد الرنوي بتاعه هيبقى مختلف. ماشي بقى؟ علشان الطياره دي تلحق تطير زي ما اتفقنا، لان دي نقطه مهمه جدا. لو الرنوي قصير الطياره هتجري ولسه ما طلعتش، وهي عاوزه لسه تجري كمان، عاوزه مسافه كمان تجري عليها. ايه العوامل بقى اللي بتاثر على طول الرنوي؟ احنا جاملينهم بالشكل ده كده، كل واحده طبعا من دولت ايه تفصيليا في جواها حاجات. اول حاجه ان انت سيادتك محتاج ان رنوي الطول بتاعي يغطي الحاجات التاليه. اول حاجه برفورمانس كاركترستكس، الخصائص الاداء بتاعتي والتشغيل لانواع مختلفه من الطيارات. مش لازم كل انواع الطيارات بالمناسبه، انا ممكن اصمم المطار بتاعي لعدد معين من الطيارات اللي هتنزل لي، غير كده لا اروح مطار القاهره الدولي، اروح مطار مش عارف ايه. خلاص
وكل ده طبعا هيترجم في طول والتكلفه بتاع الايه المطار. عندي بعد كده الظروف المناخيه بتاعتي من ايه بقى يا شباب؟ من الرياح ودرجه الحراره. ودرجه الحراره دي هنشوف دلوقتي لها تاثير كبير جدا زيها زي الرياح. ماشي بقى؟ الاولى يا دكتور بعد اذنك هنا الاولانيه دي خصائص الاداء للطيارات اللي انا هستخدمها او انا هخدمها. ممكن بس ترجم اول سطر اول سطر فوق برفورمانس لا اللي فوق الفاكتور ويتش هاف ابيرنج اون ذا رانوي لينز تو بي بروفايدد ار. يعني ايه؟ علشان اعمل رانوي قادر على التحمل بطول معين لازم اغطي الحاجات التانية. خلاص يبقى دي الفاكتورز او العنوان بتاع السلايد فاكتور افكتنج ذا لينز اوف رانوي. العوامل ده سؤال على طول او مسار سؤال صح ولا لا؟ ينفع يجي سؤال ايه العوامل اللي بتاثر على طول اختيار طول المطار الممر الاسف يا شباب ممر الطيران. طيب بعد كده بنقول لك الرانوي كاركترستكس ساتش از سلوب. يبقى انا غطيت دلوقتي انواع الطيارات المناخ. بعد كده بقى الايه الميول وحاله الايه حاله الرانوي. يعني ايه يا دكتور النقطه دي؟ يعني سيادتك في منطقه طبوغرافيه فيها انحدارات عاليه جدا ينفع تعمل الرانوي بتاعك ده منحدر بزاويه عاليه زي العربيات كده توصل ل 5%؟ لا ده اكبر ميل بياخده الرمل 1.5%. ماشي يا شباب؟ يبقى الطبوغرافيه هتاثر معايا في الطول ولا لا؟ هتاثر معايا في الطول. هنفترض ان المنطقه دي جبليه عشان اعمل 4 كيلو كده قصه كبيره هد جبال ووجع قلب وبتاع. ماشي يا شباب؟ وبالمناسبه زي ما انا قلت المره اللي فاتت ان اصلا لو المنطقه دي جبليه ما ينفعش اعمل فيها مطار. صح ولا لا؟ لا احنا بندور على حته فلات ممكن اعمله في البحر، اردم في البحر زي ما انا قلت المره اللي فاتت واعمل ايه؟ اعمل المطار كله في البحر. زي جزيره كده. الفاكتورز بقى المتعلقه بالموقع بتاع الايه؟ بتاع المطار. وده على سبيل المثال اللي هو ايه يا شباب؟ ارتفاع منسوبه عن سطح البحر، ده مهم قوي. يعني كل ما المطار يرتفع عن سطح البحر ده له تاثير. كل ما عند ارتفاع اكثر من ارتفاع معين يعني. فعملية موقعه الجغرافي رأسيا كده ده له برضه تأثير. ماشي شباب؟ يا سلام لو أنت على سطح البحر بالظبط. ماشي شباب؟ لو فوق جبل طيب، لو فوق تبة كبيرة ترتفع عن سطح البحر، ده برضه له تأثير على الإيه الرن والحاجات طبعا الإيه العوائق الطبوغرافية. جبال، تلال، حاجات موجودة حوالين الرن. كل ده بيأثر معايا في الرن أو الطول بتاعي. الرنوي ده ببساطة خالص هو بيزك لينس. يعني ايه؟ يعني له طول اساسي في الظروف الطبيعية. منظمة اسمها منظمة الإيكاو اللي هي منظمة الطيران المدني الدولية خلاص عملت لكل نوع من انواع الطيارات رنوي مناسب. بس الطول ده اسمه ايه؟ بيزك لينس. طول مناسب. اخش الجدول كده اجيبه ببساطة خالص. شرط كده هو عاملاه الايكاو ودي زي القشتو كده يا شباب. شفت المواصفات بتاع الطرق؟ في كود اسمه القشتو او الكود المصري للطرق. في برضه حاجه اسمها الايكاو منظمه الطيران الدوليه اللي هي عامله مواصفات لتخطيط وتصميم المطارات سواء كانت جيومتريك ديزاين او ستراكشر ديزاين بقى وطبقات الرصف والخرسانه والحوارات بتاع الايه الاستراكشر. الايكاو دي عامله بقى شرطات كده اهوت لكل نوع طياره معين مش عارف ايه الباص كذا بوينج كذا مش عارف ايه على حسب ايه الدايمنشنز او الابعاد بتاع الطياره. خلاص كده؟ اي لان والله الطياره من النوع ده بتعوز طول معين اطلع كده واجيب اللينس بتاع ايه الرانوي لينس طول الرانوي. بس القيمه اللي هجيبها ده اهي اللي على الشارت دي اسمها ايه؟ بيزك لينس. تاخده بقى انفذه على طول؟ لا بنعمل له حاجه اسمها كوركشن تصحيح. ليه؟ لان مش كل المطارات زي بعضها. المطار اللي على سطح الميه مش زي المطار اللي فوق الجبل، صح ولا لا؟ يا شباب المطار اللي فيه رياح معينه، اللي فيه مناخ معين، درجه حراره معينه يختلف. يبقى اعمل يبقى انا كاني قاعده عملناها لكل الدول العالم وكل دوله تاخده البيزك لينس ده وتعدله وتعدل فيه. ماشي يا شباب؟ خلاص؟ طيب اللي احنا بنقول عليها الكوركشن فور ران وي لينس. بنعدل طول المطار الممر بثلاث حاجات. ثلاثة فاكتور أو ثلاثة تشيك بوينت كده.
نقط لازم امر عليهم علشان اجيب الاكشوال او الكوركتد ران وي لينث، طول الران وي الفعلي اللي انا هعمله هو مصح. ماشي بقى. اول كوركشن بالنسبه لي هو كوركشن اللي مرتبط بالاليفيشن، الران وي ده اعلى من سطح البحر بقد ايه. ماشي بقى. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بيقول لك ذا بيزك لينث جيفن، ده بيبقى معطى وبنجيبه منين؟ من الشرطات، وحتى في الامتحان انا بديهولك جيفن طول الران وي. خلاص. طيب شال بي انكريز بي 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 الطول ده بيزيد بمعدل 7% لكل 1000 فيت اللي هي ما يعادل 300 متر فوق سطح البحر المين سي ليفل. يبقى لو المطار ده يا شباب على ارتفاع من سطح البحر 2000 فيت يبقى الطول ده هيزيد بمعدل كام؟ 14%. ماشي بقى. خلاص. يبقى اقول والله سي مثلا الطول بالبيزك ده طالع لي 2000، يبقى اقول والله 2000 في 14 يطلعوا كذا متر، اجمعهم على الطول البيزك يبقى انا جبت الايه؟ الكوركتد. هنشوف مثال مع بعض ومساله ونحلها مع بعض. خلاص. يبقى انا اي ران واي بيزك بعمل بصححه بالارتفاع ازاي؟ 7% بموضوع ال 7% ده يا شباب لكل 1000 فوق سطح البحر. طب دكتور بعد اذنك، هو لما هو يكون عالي 300 متر عن سطح البحر هيأثر في ايه دلوقتي عشان خاطر انا ازود طوله؟ سهل ايه؟ انا باجي في الامتحان واقول لك البيزك لينس بتاعك 2000 وعندك المطار بتاعك ده اللي انت هتصممه ده مرتفع عن سطح البحر مثلا 1800 فيت. خلاص. او مثلا 400 متر. فيها مشكله دي؟ بتقسم الارتفاع ده على ال 1100 لو بالفيت او على 300 لو بالمتر واضربه في 7% طلع لي مقدار الزياده. صح. خلاص كده يا شباب. اجمعه على الاصل يطلع للطول الصحيح او المصحح. بس بسيطه كده. يبقى ده اول تصحيح. ده اساس السؤال في الامتحان، يعني لازم اجيب لك ران واي واقول لك اعمل لي التصحيحات دي. فالناس تبقى مركزه معايا وهنشوف مثال بالايه محلول. نيجي للايه بعد كده؟ الكوركشن الخاص بالتمبريتشر، بدرجه الحراره. اكيد وانا بعمل مطار في منطقه جليديه غير لو في منطقه حاره، واحد في جنوب افريقيا مش زي اوروبا. خلاص. اطوال الممرات هنا غير اطوال الممرات هنا، الكوركشن ده يبقى مختلف عن الكوركشن ده معتمد على التمبريتشر. خد بالك بقى معايا، ذا لينس كوركتد فور ايفالويشن شال بي فارذر انكريز ات ريت اوف 1% 1% لكل درجه حراره سيليزيه سنتجريد. ماشي بقى. في الريفرنس تمبريتشر. الله. يبقى انا ده معناه يا دكتور ان البيزك اللي انت عطتهولي ده هو جاي على ريفرنس تمبريتشر. خلاص. تي ار كده يعني ايه يا شباب؟ يعني الناس بتوع الايكادو لما بيحسبوا الطول ده حسبوه على ان درجه الحراره مثلا 15 درجه مئويه. انت بقى درجه حرارتك كام في بلدكم اللي هتعمل فيها الكلام ده؟ خلاص. وبتطلع الفرق ما بين الاثنين وتزود 1% لكل درجه فرق. فيها مشكله دي؟ سبب الموجب او بالسالب. زي ما تطلع. ماشي بقى. وهو الراجل هنا عطيلك ايه معدل، ولو هو بالفهرنهايت بالاف، وهو كاتب لك هو الريت بتاعك عباره عن 6.5 ديجري ده سيليزيه لكل 1000 متر. يا يبقى شوف يا باشمهندس اللي بتسال عليه، ان انا عندي هنا في فرق في التمبريتشر او في تصحيح بالتمبريتشر وفي فرق في الارتفاع بتاع المطار ده هياثر كمان على درجه الحراره. صح ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني المطار ده محطوط على ارتفاع 300 متر، لو اعلى من كده كمان كل ما بنطلع لفوق درجه الحراره بيحصل لها ايه؟ بتقل. الناس اللي هم في الجبال الهيمالايا بيبقوا متجمدين، يقول لك الراجل طلع الجبال الهيمالايا ومات هناك من التلج في عز الصيف. ليه؟ لان كل ما بترتفع عن سطح الارض درجه الحراره بتقل. يا شباب، فهو هنا الراجل بيقول لي ان انت هتعمل تصحيح كمان للارتفاع بتقلل درجه الحراره بتاعتي بمعدل 6.5 ديجري لكل ايه 1000 متر فوق الايه فوق المنسوب بتاعي. يعني معنى الكلام ان حضرتك لو قلت ان هو عالي
2000 متر يبقى هو كده يبقى هو كده ناقص 13. السؤال بس الحته الملاحظه دي مهمه قوي، دي هتعوزها في اخر المساله بتاعتك، بتعمل تشيك مهم جدا. انا خلاص عرفت ان في تصحيح لدرجه الحراره ايا كان كنتوا، وبالمناسبه ممكن اجيب لكم الريت دي في الامتحان، يعني ما عنديش مشكله اجي تحت كده اهو واجيب لك الريت 1% لكل كذا، ماشي بقى؟ مش هي دي القضيه. المهم ان سيادتك تعرف ان في تصحيح خاص بالارتفاع عن سطح البحر، وفي تصحيح خاص بالتمبريتشر، وجواه كمان بالارتفاع، تمبريتشر ناتج عن الارتفاع، ماشي بقى؟ طيب اهم ملحوظه دي قبل ما تعدي بقى للتصحيح الثالث، تعمل تشيك مهم قوي اللي هو بيقول ايه بقى؟ بيقول لك لو كان الزياده اللي حصلت نتيجه التمبريتشر والزياده اللي حصلت نتيجه الايه؟ الاليفيشن زادت عن 35% يبقى ترجع للإيكاو عارف انت تخاطبها رسمي كده وتقول لها اعمل ايه. دي بيسموها سبيشال ستادز، بتبقى محتاجه دراسات خاصه للمنطقه بتاعتك. لو انت مجبر طبعا على الاريا دي انت ممكن تاخد المطار ده وتوديه في حته ثانيه، صح ولا لا؟ بظروف ثانيه غير دي خالص. لكن سيادتك لازم تعمل لي تشيك ده في الامتحان، تشوف لي قيمه الزياده اللي حصلت. الزيادة دي ايه؟ عبارة عن ايه؟ مجموع التأثير ده وتأثير الاليفيشن. لو طلعت الزيادة قسمتها على البيزك لينس طلعت اكبر من 35% يبقى تكتب لي بقى الجملة دي، يعني تقول لي ايه؟ ذا ريكوايرد كوريكشن ار كاريد اوت افتر سبيسيفيك ستادي اوف ايكاو. يبقى لازم ارجع للايكاو بقى خاطبهم واقول لهم يا جماعه انا عندي مشكله ان الزياده اللي حصلت نتيجه التمبريتشر ونتيجه الاليفيشن تعدت او تخطت ال 35%. ماشي شباب؟ بيبعتوا بقى فريق ويدرس لك الكلام ده لو انت مضطر لمكان ايه؟ المكان ده. المكان ده. ماشي شباب؟ وكده وكده المساله خلصت؟ ما تكملش. لا ما انت ايه؟ ما كملش. لا لا انت كده كده هتكمل. كده كده هتكمل. كده كده هتكمل لكن بتعمل لي الايه؟ التشيك ده. خلاص؟ طيب الحته بقى بتاع التمبريتشر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ايه الريفرنس بتاع بتاع المطار بتاعي اللي انا هطرحه من الريفرنس بتاع مين؟ بتاع الايكاو اللي جاب البيزك لينس عليه. مش احنا قلنا الطوب ده جاي على درجه حراره ستاندرد؟ خلاص. طيب انا الرقم بتاعي بقى اللي هو المتوسط بتاعي اللي انا الريفرنس بتاع المطار بتاعي ده عايز درجه الحراره فين؟ المساحه دي خلي بالكم يا شباب لما يكون ده 4 كيلو، عارف الدايره دي تخش لها في كام؟ رقم كبير جدا. ماشي يا شباب؟ يعني ممكن ابقى مساحه المطار ده كله على بعضه 40 كيلو ولا حاجه. ماشي مش هنسيب، فطبعا درجات الحراره ممكن تتغير. طب انهي ريفرنس بقى اشتغل عليه؟ فقال لك بيتحسب كالتالي، هو عباره عن الايرودرام ريفرنس. كلمه الايرودرام ديت يعني مطار. الترجمه بتاعتها مطار اللي هو الايربورت يعني. خلاص؟ طيب بس عشان مطار جوي بقى وكده وبتاع فبيسموه ايرودرام في كل المراجع بيسموه زي ايرودرام ريفرنس تمبريتشر اللي انا الريفرنس تمبريتشر بتاعتي بتساوي تي 1 زائد تي 2 ناقص تي 1 على 2 على 3. ايه هي تي 1 وايه تي 2؟ لو انا عرفتهم اعرف احل القصه دي. الراجل هنا بيقول لي حيث ان التي 1 جمله طويله بقى خد بالك ذا مانثلي مين، كلمه مين يعني متوسط، المتوسط الايه؟ الشهري. اوف للمتوسط اليومي. خلاص كده؟ يبقى ده معناه ان انا هجيب المتوسط اليومي وبعد كده المتوسط الشهري للقيم اللي هتطلع. طب لانهي شهر؟ اطول شهر. لا هوتس اعلى درجات حراره في الايه؟ في الشهور. شهر 7. هتقول لي يا دكتور يا ما احنا كل العالم معروف ان درجه الحراره في شهر 7. لا. مين قال كده؟ ده في دول تانية كده. احنا زمايلنا لما كنا مشروع كنا بنعمله في جنوب افريقيا كان رايح يعمل برزنتيشن هناك كان في عز الحر وكان واخد تيشيرت شتوي معاه. ماشي بقى؟ فدي بتختلف على حسب بقى ايه؟ خط الاستواء اللي على يمينه واللي على شماله والكلام اللي انتوا عارفينه. ماشي يا فرنسي؟ طيب تلاقي مثلا روسيا درجات الحراره ممكن تكون ايه؟ تلج مثلا في شهر 8. دي اسال الدكتور عمرو الششتاوي كده لو بيديكوا حاجه. هم عندهم 3 شهور سنة. ايه؟ عنده 3 شهور يعني عمليه الايه؟ اعلى شهر دي على حسب هنعمل لها دراسه. وبالمناسبه في ويب سايت بينزل لك البيانات دي. تبع الـ FAA. طيب. طب تي 2؟ انا خلاص عرفت يا دكتور دلوقتي ان انا هدور على اعلى شهر. واجيب متوسط الايام بتاعته.
مش متوسط الليان، ده انا امسك الليان بتاعته ديت واجيب لها الايه، اجيب المتوسط، المتوسط اللي هو جوه اليوم نفسه، يعني كل يوم اجيب له، كل يوم اجيب له المتوسط بتاعه، يعني اللي هو عددهم على 24 مثلا. مش عددهم، لا لا لها طريقه، لها طريقه، اعلى درجه تسجلت في اليوم ده واقل درجه تسجلت، ونقسم على اثنين. يعني مش همسك اجمع الساعه 1 الظهر كان درجه الحراره كذا، 2 الظهر درجه الحراره كذا، لا تمام. اعلى درجه تسجلت واقل درجه واقسم على اثنين يا شباب. يبقى كده جبت بتاع اليوم، فيها مشكله دي؟ طيب اليوم اللي بعده جبته بره، واللي بعده واللي بعده بقى اجيب متوسط الكلام ده مجموع مع ال 30. يا شباب خلاص، دي 2 ذا مانثلي مين اوف ذا ماكسيمم ديلي تمبريتشر فور ذا سيم مانث، المتوسط بتاع اعلى يوم بقى. يبقى تي 2 دي يا شباب هي عباره عن ايه؟ الشهر العالي ده اخد اعلى يوم فيه واجيب المتوسط بتاعه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، اعلى درجه حراره سجلت واقل درجه حراره سجلت واقسم على 2. فيها مشكله كده؟ يبقى ده عوض في الايه؟ في المعادله بتاعتي ديت. يبقى انا كده جبت الايه؟ الريفرنس ايرو ريفرنس بتاعي، وادي الايه؟ التفاصيل بتاع الكلام ده. الكوريكشن الثالث عشان كده احنا اجلناه وملوش علاقه باللي فات، اللي هو بتاع الميل بقى، الميل بتاع الران واي. يعني الران واي بتاعي ده متوسط الميل بتاعك اللي هتاخده كام؟ هتقول لي طب هو انا كنت جبت لسه طوله؟ لا، سيادتك بتعمل ايه بقى؟ دكتور محمد شرح لكم في البروفايلات صح؟ لما احنا بنختار المسار ده كده ينفع السنتر لاين ده اهو تجيب الارض الطبيعيه بتاعته؟ صح؟ السيفن او بالخريطه الكونتوريه تقدر تطلع لي. طب هشتغل على ايه يا دكتور؟ هشتغل على البيزك لينس. يا سلام بقى كمان لو خدت لي التصحيحين اللي قبل، يعني الزياده اللي حصلت نتيجه التصحيحين اللي قبل ده خدها معاك كمان بالمره. يعني لو ده 1000 مع بعد التصحيح في الحاجتين اللي فاتوا بقى 1200، خد ال 1200 دولت وجرب بيهم بروفايل. فيها مشكله دي؟ ارض طبيعيه وجريت بروفايل، طلعت مناسيب الارض. مش خدتوا الكلام ده يا شباب في الفيرتيكال كده؟ طيب الكلام ده المفروض ان انا هعمل ران واي صح؟ الران واي بتاعي ده اهو، هعمل ران واي كده بالشكل ده طبعا بميول في ماكسيمم ومينيمم جريد زيه زي الطرق بالظبط. مش دي مركبه هتمشي عليه برضو؟ هقعد اعمل لها طياره تقعد تطلع كده وتنزل؟ لا، بيبقى في ماكسيمم ميل ومينيمم، والمينيمم هنا بالمناسبه يوصل لصفر. يعني هتلاقي الماكسيمم جي هنا بتساوي 1.5، والمينيمم جي جريد من صفر. طيب حلو، انا بقى عشان كميات الحفر والردم والقط بيساوي الفل والحاجات الجميله اللي الدكتور قال لي عليها ديت، اخترت الديزاين ليفل معين برضه وزن الماكسيمم والايه والمينيمم والحفر والردم والقط بيساوي الفل والحاجات الجميله اللي احنا خدناها في البروفايلات ده يا شباب. الكلام ده بقى لما انا بعمله دلوقتي بيقول لك خد بالك بقى له تصحيح، التصحيح ده بيساوي ان انا بيحصل الكوريكشن ده بطبق ريت 10% من الطول بتاعي لكل عندي طبعا الموقع والتمبريتشر بتاعي بزود 10% اللي هم بيبقوا عباره عن لكل 1% افكتيف ران واي جريديانت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل فرق هيحصل في الارتفاع والانخفاض اللي عشان بسرعه كده قبل ما تتوه مني اهوت اشوف اعلى نقطه في الران واي واوطى نقطه في الران واي دي مثلا خلاص؟ هجيب دلتا اتش على ال يطلع لي الميل صح؟ ده يا شباب؟ طب الميل ده بقى هو ده الجريديانت، الميل اللي هو كاني باخد ميل متوسط كده للران واي لكل 1% منه بزود كام؟ 10%. ماشي يا شباب؟ هتقول لي ليه يا دكتور؟ ليه احنا بنزود نتيجه الميل؟ لان الطياره دي زيها زي المركبه بالظبط، علشان وهي نازله منزل وعاوزه تقلل سرعتها ونازل منزل مش عاوز مسافه اكبر، فانا عملت حسابي وسيفت نفسي ان انا هزود المسافه دي لكل 1% ميل كام؟ 10%. طب لو نص في المية؟ 5%. حسبه كده نسبه وتناسب. فيها مشكله ده يا شباب؟ طيب ده
هديهولك الميل ده. الميل ده هديهولك اللي هو دلتا اتش على ال ده. المتوسط الميل المتوسط هديهولك. وسيادتك شوفوا لي بقى يطلع نص يطلع 7 من 10 8 من 10 زودوا بمقدار كام؟ 10%. خلاص يا شباب؟ يبقى لكل 1% افكتيف جريدينت بزود كام؟ 10%. ده الكوريكشن بتاع مين؟ بتاع الجريدينت او الميل. هنا بقى بيقول لك ايه؟ ان الاكاو بعد ما بتطلع الطول ده المصحح نتيجه التصحيحات اللي فاتت دي كلها بتوصي ان الاكاو ريكومند جريدنج اوف ذا اريا. كلمه جريدنج هنا يا شباب المقصود بيها التسويه، ان انا اسوي حته كده بمقدار 200 فيت قبل الرنوي و200 فيت بعد الرنوي. يعني عاوز اقول يا دكتور بعد ما اجيب الطول ده هو اللي انت علمت عليه ده، الاكاو بتقول لك معلش زود لي كمان 200 من هنا و200 من هنا، بس الاثنين دول ما تسافلتهمش، هتعمل فيهم ايه؟ تسويهم. خلاص 200 فيت تسويهم يعني 60 متر تقريبا، 60 متر شمال و60 متر قبل وبعد، وتعمل لهم عمليه تسويه تزرعهم بقى انجيله. المهم ان هم يبقوا ايه؟ ممهدين. ليه بقى؟ عشان الطوارئ بقى لا قدر الله، ان الطيار ده بدل ما ينزل على بدايه الرنوي ينزل قبله شويه او نزل بعد شويه او عاز طول كمان شويه، فده كانه عملت له اكستنشن شويه كده للايه؟ للرنوي بتاعك. خلاص يا شباب؟ سيفتي كده للايه؟ للرنوي. فالايكاو بتقول اهي ان انا محتاج على الطول اللي انت حسبته بعد التصحيحات وكل ده زود، كاني بقول لك ال زائد 400. ده الفاينل بقى اللي انت محتاجه كشريحه للايه؟ للرنوي بتاعك. ماشي يا شباب؟ فاهمين كده؟ جزء التسويه ده بتصمم نفس الطريق بتاع الرنوي بالظبط؟ اه بناء واخد نفس الميل وكل حاجه، بس ما بيتسفلتش ولا ومش يعني مش منتظر ان الطياره تمشي عليه. بس ده اجري جدا. خلاص؟ في بعض الطيارات على فكره بتضطر تنزل على الارض او تنزل على طريق. في بعض الحاجات بس طبعا مش طيارات كبيره، بتبقى طيارات صغيره شارتر والحاجات اللي هي الطيارات الخاصه والكلام ده. ماشي بقى ده المثال، في المثال يتضح المقال. كل اللي فات ده هنلمه بقى في ايه؟ في مثال جميل كده ونركز مع بعض. ده مساله امتحان اساسي. خلاص فالناس تركز معايا. بيقول لك ايه؟ فايند اوت ذا لينث اوف رانوي ريكوايرد. ذا لينث اندر ستاندرد اتموسفيريك كونديشن. شوف انا مكتوبه ومقصوده ايه؟ ان الطول بتاعي في الستاندرد اللي انا طبعا عمري ما هعرف احاول. خلاص؟ 1500 متر، يبقى البيزك لينث كام؟ 1500. يبقى البي اس كام؟ 1500 متر. ماشي بقى؟ يبقى دي الداتا بتاع المساله. احنا بنقرا كده. انت هتنام يا باشمهندس؟ صحصح. عايز تروح تغسل وشك اغسل وشك. خلاص؟ وبيقول لك ايه؟ The actual elevation of the site. طيب بالمناسبه انا ما حدش قال لي برضو انهي نقطة اللي اخدها اعلى من سطح البحر يا دكتور؟ الحتة دي ولا الحتة دي ولا الحتة دي؟ ما هو هنا ممكن يكون مرتفع ومنخفض صح ولا لا؟ الارض اللي انا هعمل فيها المطار. قال لك ده بيتاخد منسوب متوسط. باخد من الخريطة الطبوغرافية كده بتاع الاريا اللي انا هحط فيها المطار اخد منسوب متوسط ليه. يبقى هو ده اللي بيعتبر ايه؟ فوق سطح البحر. شوف روبير بقى وشوفه يطلع فوق سطح البحر كام. هو هنا قدرا ان الموقع اللي هيحصل فيه المطار كام؟ 1100 متر. أباف مين سي ليفل أعلى من سطح البحر. فيها مشكلة دي؟ فيهاش مشكلة. يبقى أنا عندي إليفيشن 1100 متر. هستخدمه في التصحيحات. بعد كده قال لك إيه؟ الريفرنس تمبريتشر 16 ديجري. يعني الراجل ده عمل إيه؟ ليه سماها هنا ريفرنس تمبريتشر بتاع الحتة دي بتاع المطار؟ خد بقى الجداول وقعد يقيس بقى طول السنه ويشوف اعلى شهر ويجيب متوسط وحسب لنا الحسبه دي في الاخر طلعت كام؟ 16 درجه. خلاص يا شباب؟ سيليزيه طبعا. اند ماكسيمم افكتيف جريدينت ده جابه منين ده؟ من الديزاين بتاع الايه؟ بتاع البروفايل بتاع الران واي الحته اللي انا كنت بقول لك عليها دلتا اتش على الايه؟ الراجل في المساله عطاها لك جاهزه. خلاص؟ قال لك كام؟ 0.5%. ماشي يعني. تعال نمشي بقى واحده واحده كده في حل المساله. اول حاجه الجيفن بالنسبه لي ايه اللي بتساوي 500 متر؟
همسكهم واحده واحده كده، او ال واحد يعني ال بتاع المطار بعد ما صححتها من ايه من رقم واحد، يبقى الكوركشن فور اليفيشن.